شكرا لك زميل العزيز شادي والزميل ريهام، وموجز جديد لأهم وآخر الأخبار عبر شاشة إكسترا نيوز. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خروج كل البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلا عن الانتهاء من كل الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي. توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه للسياسات المالية وللخزانة العامة لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، كما وجه بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي. وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والدولة الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على المخطط العام لتطوير الحديقة بالإضافة إلى المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كما كانت في الأصل، لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات المختلفة، وأكد أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها مؤخرا الرئيس السيسي، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية. أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كل الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع. خسر زعيم الحزب الجمهوري كيفن ماكارثي جولتين من التصويت على منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي. وفي الجولة الأولى صوت 19 عضوا من الحزب الجمهوري لصالح أشخاص آخرين بخلاف ماكارثي، وهو ما تسبب في خسارته الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس خلفا لنانسي بيلوسي الزعيمة السابقة للديمقراطيين. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قامت بنشر الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا الانتشار يعتبر الأول للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت الصحيفة أن الفرقة الملقبة بالنسور الصارخة أصبحت أقرب وحدة من الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا. وأضافت أن جنود الفرقة يقيمون في قاعدة جوية جنوب شرقي رومانيا. وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 101 تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن وسيول تخططان لرد منسق فعال في حال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يونغ سو كيول كلفا فريقهما التخطيط لرد منسق فعال على عدد من السيناريوهات، من بينها استخدام النووي من جانب بيونغ يانغ. أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف فريق النصر السعودي عن سعادته بالانضمام إلى ناديه الجديد، مشيرا إلى أنه متحمس للغاية لبدء مشواره مع الفريق. وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه إنه يشعر بالفخر لاتخاذ قرار الانتقال لنادي النصر السعودي، مؤكدا أنه انضم للنصر من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب، كما أوضح بأنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرتغال، لكنه فضل في النهاية الانتقال للنصر. انتهى الموجز الإخباري، والآن فاصل قصير ثم عودة لاستكمال برنامج حديث الأخبار.